نتقابل بقى ولا ايه؟ والله يا حسن، انا نفسي اشوفك قوي وانت عارف، بس انت عارف طبعا بابي مش بيرضى ينزلني لوحدي ابدا. والله العظيم والله العظيم همسح الصورة على طول، بس ابعتيها. الو، ايه يا قلبي؟ عامله ايه يا بيبي؟ ده انا في مشوار كده مع ناس صحابي كده، اكيد هنتقابل بكره. يا الله يخليك، انا عايز امشي يا عم، عايز امشي. طيب طيب يا حبيبي، ما تنسيش بكره. حاضر، مش هتاخر. باي باي. باي باي يا حبيبي. باي باي يا حبيبي، اشوفك بكره اخيرا. يلا اصبر. في ايه يا عم؟ ما ينفعش، عايز امشي. طيب دور كده تاني. دور تاني ايه؟ ايه يا سندس، تفهمي ده اول عريس يجيلي من 5 سنين فاتوا. كل واحد كنت بخش علقه من على الفيس كلهم كده بقوا الكلمنجيه وعيال ستيكي ميكي كده، انما حسن يا لهوي ده حاجه تانيه. طول ايه وعرض ايه وحلاوه ايه وجمال ايه، تكفيه شعر زبده سايحه كده يا بنت، زبده سايحه. بقول لك استني، اقفلي اقفلي، ده بيتصل، اقفلي. الو، يا نهار اسود. ايه ده؟ ايوه يا حبيبي. ايوه يا هاجر. انا قاعده مستنياك. لا مفيش، كنت بجيب علبة سجاير، جايلك على طول اهو. طيب ما تتأخرش، اصل في شباب كتير قوي قاعدين وانا بصراحة خايفة حد يضايقني. طيب باي. يا لهوي يا قمر، مساء الخير يا هاجر. مساء الخير. وهاجر حضرتك تعرفني؟ انا حسن، لسه قافل معاكي دلوقتي. حسن يا نهار اسود ومنيل، فين الشياكة؟ فين الحلاوة؟ فين الوسامة؟ فين شعرك الطويل؟ حلقته. حلقته؟ طب بذمتك ودينك انا هشهدك، حتى لو اتحلق هيبقى كده؟ ايه ده؟ انت حاطط فينيك؟ جل كريم على فكرة. جل كريم ده لونه بجنيه وربع، يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وبعدين ايه ده؟ انت وشك مبقع كده ليه؟ ما بتغسلش وشك؟ واحد صاحبي عنده سايبر، كنت ببعت له الصور بتاعتي عشان يعمل لي عليها ايديت، فلما كان بيعمل لي عليها ايديت كان بيخلصها، كنت ببعتها لك على طول. يا كذاب يا خشاش. وبعدين ما انت كمان كدبت عليا، فين شعرك بقى الاصفر يا ماما وعينيك الخضراء؟ اولا انا صبغه القصه، ثانيا انا واحده محجبه، يعني حرام حد يشوف شعري، فكنت يعني بحط باروكه عيره كده عشان حرام. اما انت انت كذاب. بعدين تعالى لي هنا، انت بقى مهندس زي ما قلت لي ولا طلعت كذاب برضه في دي؟ الفرق ما بيني وما بين المهندس حته ورقه يعني. عادي يعني، ما تقول كده يا راجل، خلي البساطة حمدي. يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ده انا ياما رفضت عرسان عشانك، اشي طيار وشي طبيب وشي دكتور وشي مهندس. ايه 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 ياما، حيلك حيلك، وكريستيانو بقى وميسي وامير كرارة، احنا هنشتغلوا بعدين يا هاجر. وفي حد اصلا معبرك غيري؟ الا ما في مرة اتصلت بيكي فيها لقيتك انتظار عشان اقول دي بتخني ولا حاجة. اسمه ويتنج يا جاهل، وطي صوتك ما تفرجش علينا الناس. شكت بننتقم منك، وبعدين انا كنت صريحه معاك من البدايه. صريحه معايا من البدايه؟ بص يا هاجر، اقول لك ايه يعني، خساره بقى الورد اللي انا كنت جايبه في الفالنتين، ربنا يسعدك ويوعدك بواحد احسن. استنى خد هنا اهي، عايزك في موضوع يعني، لسه ما خلصتش كلامي يعني. لخصي. طيب عاجبك كده؟ عاجبك كده الناس تشوف شعري مصبوغ؟ ما مش زي اللي في الصور يعني. بص يا حسن، احنا نعرف بعض بقالنا قد ايه؟ بقالنا اسبوع. طب حلو قوي، وطول الاسبوع متعودين على الصراحه مع بعض. حصل حصل. طيب وبعدين الراجل ما يبوش الا جيب ايه يعني؟ ميكانيكي ايه؟ كلنا ولاد تسعه، ايه مش انا ابويا نجار على فكره، بستعر منه والله ابدا. لخص يا هاجر. بالنسبه للبقع للوحمه، الشكل مش كل حاجه على فكره.
ايه يعني؟ ما ياما ناس يعني حلوه قوي بس سوداويه من جوه. بص يا ابني، انا عايزه شقه ب40,000 جنيه، وعايزه شقه 3 مطارح وصاله كبيره وحمامين. اول بلد ايه يا هاجر؟ ما كانش ده اتفقنا من البدايه؟ لا يا حبيبي، ده كان زمان لما كنت مهندس، بس زي ما الصور بيتعمل لها ايديت، الاتفاقات برضو بيتعمل لها ايديت. هاجر انا ظروفي ما تسمحش، وهو دوت اللي ثانية عندي واحدة. يعني ثانيه واحده. الو انسه يا حبيبتي، انسه لو سمحتي. انا اللي كلمتكم امبارح عشان حاولت ب5 جنيه رصيد، ما وصلوش لحد دلوقتي. هاجر مصطفى السيد عمل لي هولك. حاضر. 13/4/1990. بصي بقى من الشمال لليمين. هاجر 2930. هاجر لا، انت اللي ثانيه يا اما. 1990 ولا 97؟ انت عندك كام سنه اصلا؟ ما هو يعني زي ما الصور بتعمل لها ايديت، السن كمان بيتعمل له ايديت.